بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا، موضوعنا اليوم هو الإجابة على سؤال ورد للقناة حول فوائد الكركديه وشراب الكركديه المقدم من DXN، وهل له أضرار أو آثار جانبية؟ الكركديه شجرة ذات لون أحمر وذات زهور بيضاء وتميل إلى الإحمرار أحياناً، ويبلغ ارتفاعها ما يقارب المترين، ويكثر انتشارها في البلدان العربية مثل مصر والسودان وسوريا وغيرها، وتعد إفريقيا موطن زراعتها الأصلي. يتناول الناس الكركديه كمشروب إلى جانب غيره من المشروبات الشائعة والمستهلكة بكثرة بينهم، حيث يتم غلي أوراقه ويشرب المزيج الناتج عنها باردا أو ساخنا. وللكركديه نوعان، الكركديه أحمر اللون والآخر الأبيض. وفي هذا الفيديو سنتطرق بعجالة للحديث عن فوائد الكركديه والحديث عن شراب الكركديه وطريقة تحضيره والآثار الجانبية له. وقد قدمت شركة DXN عصير الكركديه الطبيعي باسم عصير روسيل، وقد أوضحت الشركة بأن هذا العصير الطبيعي يساهم في حل الكثير من المشاكل الصحية التي تتعبك كارتفاع الضغط ونزلات البرد ومشاكل الهضم وضعف المناعة، وأوضحت أنه يمكنك التخلص من هذه المشاكل بالاستمرار على شرب عصير روسيل اللي هو عصير الكركديه، فهو عصير صحي طبيعي مفيد، وقد تم تحضيره من مستخلص زهرات الروسيل اللي هي الكركديه المعروفة بفوائدها الكثيرة، فهو عصير صحي ومنعش مناسب لجميع الأعمار، لا سيما وهو من منتجات DXN فهو جدير بالثقة. فما هي العناصر الغذائية في الكركديه؟ يضم الكركديه العديد من العناصر والتي أكسبته الأهمية العظيمة، والتي نذكر منها ما يلي: فيتامين سي ومواد ملونة طبيعية وجلوكوسيدات وحمض الستريك ومكونات كيميائية مثل الإنتوسيانين وأملاح أوكسالات الكالسيوم وغيرها. وللكركديه العديد من الفوائد التي تؤثر على مختلف أعضاء وأجهزة جسم الإنسان بشكل إيجابي، ونذكر منها ما يلي: تخليص الجسم من السموم من خلال إدرار البول، أيضا خفض ضغط الدم، أيضا الاسترخاء والتقليل من الاضطرابات والضغوطات والتوتر والقلق، إذ أنه يهدئ الأعصاب. ومن فوائده خفض نسبة الكوليسترول خاصة الضار منه في جسم الإنسان، ودوره الفعال في تحقيق الفائدة لمرضى السكري وعلاج أمراض الكبد وتسهيل عملية الهضم وتخفيض وزن الجسم وعلاج الإنفلونزا ونزلات البرد وتقوية القلب، أيضا وقاية الجسم من الفيروسات والبكتيريا. وهناك حالات علاج للإمساك وعسر الهضم ووقاية جسم الإنسان من الإصابة بمختلف أنواع السرطانات. وللكركديه أغراض جمالية مثل تثبيت لون صبغات الشعر على سبيل المثال. مشروب الكركديه: يعد مشروب الكركديه الناتج عن غليه ثم شربه مباشرة أو بعد فترة زمنية في الثلاجة شرابا مرطبا، ويضفي الانتعاش على الإنسان، ويتميز بلونه الأحمر المميز. ويمكن تحضير هذا المشروب من خلال جلب بعض أوراق الكركديه الجافة ثم وضعها في وعاء مناسب وسكب الماء عليها حتى تنقع، ومن ثم تصفية الماء وشربه بلا شوائب، ويمكن إضافة المحليات الطبيعية إليه حسب الحاجة والرغبة، ويفضل طبعا الابتعاد عن استعمال السكر الأبيض. نقترح هون أن يستعمل شراب الكركديه المحضر بعناية ضمن ظروف صحية معينة أفضل من شراء الزهور الملوثة وتحضيرها في المنزل، طبعا من مصادر موثوقة مثل شركة DXN. وكما نذكر دائما، هناك فوائد ولكن أيضا هناك أضرار ومحاذير استعمال وآثار جانبية. ومن الأضرار والآثار الجانبية لزهرة الكركديه أو شراب الكركديه هي تجنب النساء الحوامل شرب الكركديه لما له من أثر سلبي على صحتهن، إذ تزيد الاحتمالية حصول حالات الإجهاض
كما يمنع أصحاب الأمراض التي تتعلق بضغط الدم من شربه، إذ يؤدي على المدى البعيد إلى نتائج سلبية. طبعا كما ذكرنا فإنه يخفض ضغط الدم، لذلك الحذر لمرضى ضغط الدم. ومن الأسئلة الشائعة عن عصير الكركديه، أولا هل عصير الكركديه خافض للضغط؟ إذا كنت تعاني من انخفاض الضغط فلا تكثر من شرب عصير الكركديه، بل يمكنك شرب القليل منه، لأنه عصير الكركديه ينزل الضغط إذا شربته بكثرة. ثانيا هل شرب عصير الكركديه مضر للحامل؟ لا بأس أن تشرب الحامل عصير الكركديه باعتدال، ولكن لا ينصح أن تكثر منه لأنه محفز للطمث. ثالثا هل عصير الكركديه مفيد للأطفال؟ نعم بالتأكيد، مع عدم المبالغة في شربه فعصير الكركديه مفيد للأطفال جدا، فهو يقوي جهاز المناعة ويحميهم من الإصابة بالأمراض السرطانية، ويقوي العضلات ويزيد من قوة الجسم، وينظم ضربات القلب ونبضاته، ويحافظ عليها ضمن مستوياتها الطبيعية، كما يقي من الإصابة بالأمراض الجرثومية والفيروسية، ويقلل إمكانية الإصابة بنزلات البرد المتكررة، ويحافظ على سلامة الجهاز التنفسي، ويرطب الجسم، ويقيه من الإصابة بالجفاف، ويزيد نشاط الأمعاء، ويقضي على الإمساك. حبايبنا، لا نعلم من قد يستفيد من هذه المعلومة، وخاصة محاذير استخدامه. رب دعوة في ظلام الليل تصل لعرش الرحمن ونحن نيام، فالدال على الخير كفاعله. شارك المعلومة وتنال بذلك الأجر والثواب من الله تعالى. أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية. حبايبنا، بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.